نهدي هذه الحصة إلى عتيقة طوبال. الفنانة عتيقة متواجدة حاليا بمستشفى بباريس للعلاج. ربي يشفيك أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول بيجور أهلا وسهلا بخوتنا رمي تبعو فينا من تمرست صحرانا الكبرى. أهلا وسهلا بخوتنا رمي تبعو فينا من فالونسيان. أهلا وسهلا بخوتنا رمي تبعو فينا من ميلوز. أنا كنسمع ميلوز فكرتو تسويت لمن صلع الصاد يعطيكم الصحة. صلع الصاد الغراف الله يحفظك إن شاء الله. thanks to our followers from Brasilia. غاني شو ولا انترناسيونال ويكلي شو خاوتي. الله يستركم أولادنا اللي راهم يتبعوا فينا من باتكالي. شوية فري شوية اي دي فري بلون جدك. الله يحفظكم كاع كيما راكم. ميسا واحدة نقول لكم كلمة واحدة برك جو تامور. أهلا وسهلا بولادنا اللي راهم يروحوا للمدرسة على ظهور الحمامير وعلى ظهور التراكاتير. لا سيزون كامله وانا جايبها مورا بن قفريط هكذا باش باسكو سي با باسكو سا مفي بليزير مدام بن قفريط مي سي باسكو جي انفي كتيه ثاني كتعودي في الطنابيل مع الشيفور تاعك في الطنابيل كليماتيزي تفكري في ولادنا على ظهور الحمامير وعلى ظهور التراكتاتير 404 باشي بوسوا لا كيسيون اسكو راكي تسيري مليح في القطاع تاعك فقط. هذا ما اطلبه منك. اهلا وسهلا بالناس اللي راهم يتبعوا فينا تاع الفوق الفوق خاوت خاطرش السمانه اللي فاتت هضرنا على البنك هذيك تاع مايكل جوردان. ابا داروا لي زيسكالي داروا لهم الدروج هكذا باش تقولوا بلي غاني شو برنامج عنده اولويه اجتماعيه ديوتيليتي بوبليك. شفت خاوتي كش معاتكم مشكله ولا هذاك ابعثوها لنا حنايا نطرحوها هما يبنيو لكم الدروج باش تخرجوا الفلوس تاعكم. خطركش حنايا لي ديستريبيوتور تاعنا كيما هذا ديستريبيوتور في الـ في الـ في العاصمه ابا ديغولاس حشيكم يطيشوا فيها الزوبيا باسكو لارجون كي على انتيغيير سي دو لارجون سال. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم ربحتوا كامبريسان كافريسان. غاني شو سي ديوتيليتي بوبليك المره اللي فاتت هضرنا على الكراسي هذوك المكسرين ابا دوكا في عين الذهب حنايا دوله تاع الذهب الذهب الاسود ابا دوكا ولاو يجيبوا لهم الكراسي ويجي المير والوالي ويحفلوها تدشين مقعد مدرسي في المدرسه المهنيه بعين الذهب. سي محمد وزير دوكا يدشن بوس فيه الطواليت والفيديو بيان سور اون لي سغيا او هازار حنايا قوة اقليمية. مرحبا بلي زيتيديون طلبة تاعنا اللي دخلوا تارديفمون مي كل عطلة فيها خير. هذا خونا دخل لا سيتي يونيفرسيتير تاع حسناوة في تيزي وزو. الحسناوة في تيزي وزو الشومبرا تاعو ابا ما لقاش الشومبرا تاعو ما لقاش الماء ما لقاش الانتريسيتي لقى غير الفيد. سي نورمال تلقى الفيد كما قال خليفة بانك لا ناتور ا بور دو فيد لا ناتور ا هورور دو فيد. ابا الفيد هذاك لازم انت اللي تملاه تولي نجار تولي منوازين تولي بلومبي تولي كويزيني كويستو فريغوريفيست فشتا تولي دير شوفاجيست باش عندما تخرج من الجامعة تخرج ترقاز. السي محمد ملتي فونكسيونيل ومن بعد مسكين كي راح يتغدى قالوا له جبت الدوسيه قال لهم واش من دوسي قالوا له لازم الدوسيه وقرا الاعلان راح قرا الاعلان قالوا له لازم الدوسي باش تدي مغرفه وفرشيطه تاكل بهم طيله السنه المدرسيه لازم تجيب كارديت ديا وتجيب الكمون وتجيب الاستماره باش يعطيوك ليزيستانسيل تاع الماكله. حنا دوكا نوليو نمشيو هكذا في الجزائر كلش بالدواسه باسكو الموس وصل للعظم دوك نحيو البيروقراطيه هذه نوليو كلش بالدواسه كلش بالامبروف كما قالش الغما لازم نطمنوا المواطن. احنا يا شعب كريم ما نحبوش الحقره نعاونوا بعضنا ونعاونوا الفقراء سانسيرمون والله حنايا الحمد لله زرت عشرات البلدان
مي دائما نقول باللي الحمد لله شعب ما مازال مازال كريم مازال يخليك تتفائل، لكننا شعب سريع الالتهاب خاوتي. طريق طري 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 الالكتريك. حنايا شعب وقيل الوحيد كي نتهاو شو لازم نشوفو الدم، سينو ما نحبسوش لا باكار، سينو سا اوغي سيرفي ا ريان مدام بن غوفريد كوم تي ام لي فرونسي. دونك كي نبداو حاجه لازم نكملوها، لازم طيح روح ولا وكي طيح لنا بليسي نداوها للسبيطار، ابا نكملوا لا باكار في السبيطار. علاه كتنربى واحد منا ما يقولش معليش بسمح نوكل عليك ربي، وعلاه لازم نستعملوا العنف؟ خي كل كبرنا مع هذا الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول باللي ليس الشديد بالقوة إنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب. احنا اللي يغضب لازم نطيح روحه. أتعلمون لماذا خوتي؟ لأننا شعب عنفي حقيقة. تخيلوا ذكا رانا خايفين يروح هذا النظام، خطاش كان يروح هذا النظام يولي العنف، خطركش اون سو في با كونفيونس، ماناش ثيقين في رواحنا ما نقتلوش رواحنا باسكو ني فيولون. وعلى بالكم اللي احنا عنفيين، خطركش الدولة تاعنا عنفية، السلطة هذه ولدت من رحم العنف. في الاستقلال لفلان قتلوا الحركة الوطنية، والحركة بكري كانوا يقتلوا تاع لفلان، من بعد جو لفلان داروا فينا التير حدا اي انسي دا سويت. وهلما جرى بيئتنا عنفية، اوني انفلامابل الكتريك، كاين ميم الناس بناو ديارهم اوتور دان بوتو اتريك. كيما هذا شتو هذوك لي زوند تاع الالكتريسيتي هذوك هما اللي يربيو لك بلاك تولي الكتريك. خالتي نعيمة خالتي كتبت عليا مشهور شديد اللهجة غاضتني. ايه يا سمي منا امير زيزاد كتلقيت معاه في باري، وحنا كنا في بارباس وكلا دوارة ونضربت فيها لوبيا، درت فيها شوية زيت زيتون وكمون. ابا صورني قلت له ما تنشرهاش يرحم والديك، راح نشرها في الصفحة تاعو. شفتها خالتي نعيمة دارت لي منشور قالت لهم كيف تفسرون تواجد الإعلام غالي مهدي تاع المغاربية مع أمير زيزاد. قلت له خالتي نعيمة، قلت له أني نسجع مع خالتي نعيمة، راح تجيب لي الزوجة الثانية. غير ما تنشرهاش راح نشرها. فزت لي الطبخة خالتي زمينة خالتي نعيمة. قال بيا معايا انا باش هذه قضيه تاع الزوجه، تحط في راسي مليح باللي راهي جابت لنا افواج وافواج، جابت لنا افواج من المناضلين. كثير ينتقدوك فيها بسيكولوجيه، كتبت ما كتبت، هذو كانوا الناس يغروا مني وبنك خالتي نعيمه، هما اللي دوروك عليا. قلت له حق ربي غير قلت له ما تنشرهاش راح نشرها، خي تعرف فيه خداع هو. حقك انت يا من حقك انت يا تغيري عليا، يا كنت يا ما ياك انت يا ماما، بصح الغيرة مليحة شوية مليحة شوية، مرة على مرة مرة على مرة، وكي نشوفك تلعبي في الظلمة الظلمة ننسى كاع هموم الدنيا ننسى كاع هموم الدنيا. ادير لا سوفرانس ديري فيا كونفيونس، ادير لا سوفرانس ديري فيا كونفيونس، ادير لا سوفرانس يموتوا بالنقرة اللي غاروا مني وعمروك عليا، يموتوا بالنقرة
لي غاروا مني وعمرو عليا يموتوا بالنقرة لي غاروا مني وعمرو عليا يموتوا بالنقرة لي غاروا مني وعمرو عليا. بلو سيريوزمون خاوتي المنشور تاع رئيس حزب على إعلامي ومدون فيسبوكي يدل على أن السياسة في الجزائر أصبحت في مستنقع. لماذا؟ لأن أولا أنا إعلامي ونقوم بعمل الإعلامي. لماذا؟ لأن أمير زيزاد خلق الحدث، هدر عليها وزير الداخلية، وأنا رحت شفته في باريس ودرت معه حوار وشافوه الناس اللي راهم يتبعوا فيا. ثانيا خالتي نعيمة لصقتني في المغاربية، قالت ماذا يفعل غاني مهدي مع أمير زيزاد، غاني مهدي الإعلامي تاع المغاربية، وهي تعلم أنني غادرت القناة المغاربية منذ أكثر من سنة. ثالثا ما على باليش حبت تضربني أنا ولا حبت تضرب قناة المغاربية، لكن أذكرها أن قناة المغاربية هي اللي فتحت لكم الميكروفونات والصورة باش تدخلوا لبيوت الناس، كثر خيرها هي اللي سمعت بكم. لماذا؟ لأنكم أحزاب مجهرية، واحد ما يعرفكم، كثر خير المغاربية هي اللي عطاتكم صوت وصورة. اونتر بارونتيز، المغاربية أشرف بكثير من 90% من الأحزاب الجزائرية، لأن الصوت الحر هي اللي جابته، هي وقناة العصر. هؤلاء الناس الأحرار الذين أعطوا الكلمة لأول مرة منذ الاستقلال للجزائريين، لازم تستعرف في ماذا، ما تضربيش المغاربية بغاني مهدي مزمزل نعيمة. إذا كنت منين تصور مع واحد ديري منشور أبا هذا اللي راكي تشوفي فيه، هذا تعرفيش هذا كان رئيس حكومة اسمه سيد أحمد غزالي، أبالي في الوسط ذاك صورت معه ودرت معه حوار، درت حوار ثاني مع الأيادي الخارجية تاع فرنسا كريستوف ديبوا يكتب ألجي باري، علاقة حميمية مع البنش كنت تقرأي ولا ما تقرأيش حوالي كتبوا، أنا مصور معه، صورت مع قديورة الميليو التيران تاع ليكيب ناسيونال، إيه أنا مصور معه، صورت مع حافظ الدراجي أكبر معلق رياضي، إيه بقى مصور معه، صورت مع دوبل كاربيراتير، لا سمح لي ما صورتش مع الدوبل كابيرا، صورت مع التريكو تاع الدوبل كاربيراتور، صورت مع كتيطوش، صورت مع ربح ام بي اس، صورت مع لي بنواري، صورت مع سفيان جلالي، صورت مع ميس مونيا، شي از ليبر كونسلر في اسلينغتون، تقصي المترجم تاعك يقول لك واش راهي دير الاستاذه مونيا، صورت مع بوعقبة نقطة نظام، صورت مع سمير حشيشة أول يوتيوبر في الجزائر، صورت مع الحفاف تاعي، صورت مع البوليسي تاع الكارتي تاعنا تاع شيف فاندوم في موبوش، أم أمين بيحفظها صورت معها دولها بنها، شامي شفناك معاهم ما عندكش قلب، ما تحسيش بالأمهات اللي يبكيوا على أولادهم مفقودين، صورت مع دوبل كانا، هذو كله صورت معاهم، دوك عندك ما تكتبي نعطيهم لك كادو، صورت كذلك مع الشباب الجزائري في دبي، صورت مع الشباب الجزائري في مونريال في نيويورك في نيوجيرسي في برشلون في مدريد في باري في مارسي، في باري في التياتر في مارسي في التياتر وفي باريس في معرض الكتاب، على باليش اسكو تروح للصالون دو ليفغ با، دونك عندي الاف الصور بعثها لكم وعمري بهم لاباج تاعك كادو من عندي. مرحبا بكم مجددا خاوتي، صحيت ولي جاد، مرحبا بكم في غادي شو، جيت نقدم معك شاك دير شاك تاك، الناس جايين يتفرجوا فيا انا مش جايين يتفرجوا فيك. اوكي خلاص خلاص مالا سكتنا، سمح لي بطلب من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاوتي بعثت شاحنات
فيها شاليات لا راك دير في سمير لي ساكت سامحنا يرحم والديك سامحنا قلت لك لي ساكت وطبق. بحضور المدير العام للحماية المدنية مصطفى الهبيري والسفير الفرنسي بالجزائر المساعدات تتمثل في 30 بيتا مجهزة. بطلب من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خاوتي تم إرسال شاليات لمنكوبي جزر الأنتيل الفرنسية ليزونتي فرانسيز بطلب من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت شفاو منذ سنتين تم مسح ديون العديد من الدول الإفريقية 900 مليون دولار. أنا نظن بلي هذا النظام ولا الآن يسب فينا أون ديريكت. لماذا؟ حنايا المرضى تاعنا تاع السرطان ربي يشفي مرضانا ما عندهمش لي رام ماهيش في تامر راس ولا في إليزي ولا في برج واجي مختار في بيري ماري كيري في العاصمة. هذه مريضة بعثت لي ميساج قلت لي ما عندناش من بالي سال داتونت بردين ما عندهمش شنو يستناو مساكن كاش مرحاض كاش لي رام يقول لهم روحوا ديروا لي رام برا 800 ألف مليون زوج ملايين وحنايا نبعثوا شاليات ليزونتي حنايا عندنا ناس في الجنوب الجزائري ما عندهم شنو يسكنوا واخا شفنوا السكنات اللي راهم يبنيو فيهم 20 يوم يتفرتوا دونك هذا النظام هو يسد فينا خالتي. اللي كانوا يديو كل شيء يسرقوا كل شيء دروك كاين اللي داو شويه ولكن 800 مليار مشات في اعادتها اسمح لي اعاده هيكله الجزائر. الجزائر قلت لك في التسعينات انهدمت تهدمت المدارس يعني المستشفيات تهدمت عاودنا بنينا دوله جديده استاذ اللوطروت غير لوطروت شوف شحال كلات ورحنا نتنعم فيها باسكو بعض الاحيان يقول لك شو الدراهم وين مشاو تراك تجي فطوره يا استاذ نعمه من نعم الله الماء الصالح للشرب 100% عند الجزائر. لو امطرت السماء حريه رايت بعض الناس هازين السوانة ومدرقين لانهم يحبون ويتلذذون العبوديه كلما نهرهم رب بحثوا عن رب غيره كلما طلقهم سيد ركضوا وراء سيد غيره مسيو حمورة ويقول لنا بلي كاينين الناس سرقوا سي فري مي با اوتون با ميل مليار دو دولار وعلاه باسكو عندنا لوطروت مسيو بن حمو لوطروت الدوفي تاعها الاول على بالي بلي ما عندكش الارقام بدات ب 7 مليار دو دولار ومن بعد طلع ل 10 مليار دو دولار بعد جا البنتورا وصحابو طلعت 13 مليار دولار ومازال ما خلصش ووصلت لا فاكتور 17 مليار دو دولار ايا ديزون 20 مليار دو دولار 3 ملاير قهوه الجماعه خلي بالكم بعد دخلت فيها العداله والملفات الفساد ويجيبوا الجماعه ويعطيهم فيلات ويقولوا دير لي الماب اللي فيلا تاوعي المهم لا اريد ان نفسد لكم السهره خاوتي لكن سيبوزون 20 مليار دو دولار ماذا تساوي 20 مليار دو دولار مسيو بن حمو بن عمو بارابور 1000 مليار دو دولار دونك تبقى لنا 980 مليار دو دولار عندنا السدود فيها المياه على بالك بلي دوكا المواطن الجزائري راه يشرب ديريكت مولاتاي من الحنفيه كاينين الناس على بالك في رمضان وفي العيد سمانه ما جاتهمش العين دونك راك تتبجح علينا بانجازات نهبت اموال الشعب لكن الانجازات موش يستفيد منها الشعب لكنك من بين هؤلاء الناس الذين يحبون الانبطاح tu une chita professionnelle الرساله فقط اللي حبيت ناكد عليها هو ان
التزامات وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي الذي قدمه للمواطن الجزائري، خصصت له كل الإمكانيات المالية الضرورية واتخذت من أجله كل الإجراءات اللازمة للرفع من وتيرة إنجازه في هاتين السنتين القادمتين. كيف فهمتوا خاوتي؟ هذه عيطونها لغور لا لونغ دو بوا، هذه لغة الخشب اللي رامي يستعملوا فيها باسكو رامي يمشوا في الضباب. ضبط عليهم خاتي الافامية، قال لهم واش راكم تديروا، راكم رايحين للحيط. الناس ولات تضحك عليهم ولو يقولوا باللي الجزائر دات ميداي دور تاع الفقر، حنا 2.8 مليون فقير، حنا هما البرومي في لا ريجيون، قل من المغرب، قل من تونس، قل من موريتاني، قل من الدول كل تاع لا ريجيون، حنا هما البرومي. بصح ما رحناش لا كوب دي مونت، برومي ما رحناش لا كوب دي مونت. المهم اذا كانت السياسه الرشيده اللي فخمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقه منذ توليه رئاسه الدوله في 1999 حكيمه وجابت ثمارها، لا وصل للموسى العظم مسي بدوي ختي حر، وناس الجنوب ما يكذبوش، ما يكذبوش على الشعب، دونك ما تكذبش على الشعب. اذا كانت الحكمه والرزانة والسياسة تاع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من 99 إلى يومنا هذا جابت ثمارها، وعليها رانا في أزمة مالية واقتصادية، وعليها ما رحناش لكوب دي مونت، والمروكم رايحين، التونسارم رايحين، ومصاروا راحوا، وعليه وحنا يا انديفيديوال ما عندنا لي ميير جوار. بصح ما رحناش، سياسة رشيدة تاعكم، إذا كانت سياسة رشيدة علاه من 99 ليومنا هذا الدينار الجزائري تقهقر، أنا نمشيو أروكيلون كما قال مقريها. هناك جهة عليا فصلت القوالب، أننا نسير إلى الأمام، نقول معناها رانا نطور إيجابيا يعني. ولكن احنا نسير للخلف. انا اذكر كنت رئيس كتله البرلمان في 97 بعد التزوير تاع الانتخابات الشامل المحليه، كنت رئيس كتله وكان سي احمد وحيه هو رئيس الحكومه، فوقع لقاء بيني وبينه، قلت له يا شيخ التزوير، قال لي يا سي عبد الرزاق هذه الديمقراطيه ولازم لها وقت، قلت له احنا لو كان جينا نمشيو للامام، نمشيو من 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 السيء الى الاقل سوء ومن السيء الى الحسن، كلامك يكون عنده معنى. احنا رانا نمشيو للخلف، يعني حاله انتخابات الرئاسيه افضل من حاله انتخابات الشرعيه تاع 97، وحاله انتخابات الشرعيه افضل من انتخابات المحليه تاع 97. شفتوا هذا من بين احسن الاسلاميين خاوتي، كنا نستبشر به خيرا. في 97 تلاقى مع شلغومه وقال له مسيو شلغومه، قال له راه فيها التزوير. ابا شلغومه قال له على بالك الديمقراطيه il faut du temps، on est encore jeune pour la démocratie، لازم لنا الوقت باش نهمهمو، ومن بعد كي تخلص لاكاس نطبقوا عليكم الديمقراطيه. هاي فرات لاكاس مسيو مقري من 97 تاع على بالك بلي راهم يزوروا، وتا قلتها التشريعيات كانت خير من البلديات، والبلديات كانت خير من البرلمانيه، والبرلمانيه كانت خير من الرئاسيه اكسيتيرا. قلتها بلي اون فا ريكولون، وعلاه بقيت؟ لماذا تضفي شرعيه على هذا النظام الفاسد؟ واحد جا بعث لي قال لي انا جيت ندخل نولي مير، قلت له ادخل ولي، بروك عليك، روح احترف السرقه. قال لي مانيش سرق، قلت له مالا هذوك يديروا لك لي مونوط، والله ما تدي دورو.
وبعد يدكوك في الحبس اللي تقول كاش ملف ولا ما تسرقش ولا غير يهبطوا جدك والناس يوليو يسبوك باسكو ماكش خدام خاطرك ما يعطيوك والو تنهب وي تنهب تطلع. هذه السياسة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد العزيز بنتفليقة. الظلم ملة واحدة خالتي. هذه صحفية في مالطا شاركت في قضية باناما بيبرز وفضحت العديد من الشخصيات في مالطا. قتلوها مسكينة قتلوها. دونك الأنظمة عندما تفضحهم يوليو يهدوك يهدوك في أهلك يهدوك جسديا يهدوك معنويا يزعكوك من الخدمة. ها أساتذة جامعيين كانوا حابسوا يديروا نقابة أبا أعطاهم طرح جابوا لهم لام بوليس ليمونات قزولة سيلونا منعنا من تأسيس نقابة أو من تأسيس فرع نقابي في جامعة الجزائر 3 اللي هو فرع الكناس، وأرسل لنا البلطجية يوم الجمعية العامة 16 فبراير لقتلنا لضربنا لسفكنا لقطع رؤوسنا لأخذنا إلى المقصلة وأدخلنا إلى المستشفى ورفعنا دعوات وطالبنا بإحالة الطلبة إلى مجالس التأديب، لكن للأسف هؤلاء المعتدون هؤلاء البلطجيون محميون من طرف جهات نافذة في جامعة الجزائر 3 على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكليات. هناك أوامر غير مكتوبة، هناك تعليمات غير مكتوبة، لا تحيل هؤلاء إلى مجالس التأديب لأن إحالتهم معناه أننا سوف نتورط وسوف يذكرون اسمنا وسوف يذكرون ماذا قدمنا لهم من أموال لكي يضربوا الأساتذة. هدوهم أساتذة جامعيين خاتي. دونك ما بالك أنت وأنا البطالين شفتوا يجي لنا وزير الداخلية يقول لنا سياسة الحكيمة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يجي لوفو ميتسا طبيب لي الكذاب حاشاكم يقول لنا بلي الأفلان ما يخافش يخوف. الأفلان ما يخافش الأفلان يخوف. الأفلان بعد 62 قلبه يخوف خاوتي، ولات أداة في يد السراق لنهب ثروات البلاد. أفلان حركة تحررية جابتنا الاستقلال كان من المفروض خلاص كوس كرمت نو استعملوها ودمروا البلاد. والآن يجي يقول بلي يعني قلت لتو لي ميليطون تاوعي واحد ما يهضر على 2019. أمين عام أول مسؤول على الحزب منعت من عنبتن تكلموا على 2019 أمر موجودين بالخبر أعضاء المكتب السياسي اللي يتكلموا من عنبتن نتكلم على 2019 نتكلم على الاستخارات لحد الآن. هادو اللي يجبدوا 2019 باش يخرجونا من طريق اللي احنا ماشيين فيها احنا ما نخرجوش. وعندنا خطة وقالها فضحوا ربي عندنا خطة ما لازمش نخرجوا عليها ما تخرجوناش عليها. وين هي الخطة؟ الخطة هي أنهم لا يدعون أحد يفرشهم، ما لازم حتى شخصية ولا أموفمو بوليتيك ولا حركة سياسية تجي وتدخل في الساحة السياسية وتفضحهم ويكون عندها ثقل في أرض الواقع. نو خلينا كيما رانا بدلوا لي بيون حط بيون خرج بيون نحي عمار بنتورا نحي الخنفوسة جيب بن قفريط نحي عمار بن يونس جيب بدوي اكسيتيرا ولي شيكي هم اللي رام يلعبوا فيه. The king is still here. لي بيون معليش يموتوا فهمتوا خاوتي وش حاب نقولكم على ذيك
ضربوا رشيد مسكين. رشيد عطاوه طريحه باسكو الى ديباسي لي بور. بكري كانوا ينهبوا واحد ما يفيق بهم، كانوا يقتلوا واحد ما يفيق بهم، كانوا يقتلوا معارضين يحطوهم في لامال تاع الطوموبيلات واحد ما يفيق بهم، واحد ما يهضر عليهم. كانوا يختالوا ناس في الفنادق، خنقوهم باللي كرافات تاعهم في لي سال دو بان. خلاص ذبانه وماتت. لكن الان مواقع التواصل الاجتماعي فضحتهم، كل واحد ولا صحافي، كل واحد عنده تليفون عنده كاميرا في يده، ولا تفضحهم ولا ذوك في الطوموبيل يلقاوك صور يحبسوك. الصوره تخيفهم ولا يخوفهم رشيد باسكو يضرب التليفون. ضرب التليفون عطاوه طريحه. ابا غاني شو سمعني فات جيب لكم بدي زيد باسكو كان هو الحدث. رحت شفت خونا رشيد ودرت هذا الحوار معه ليكم كادو. السلام عليكم خويا رشيد. عليكم السلام ازول فلاوان سي مهدي غاني، صافي بليزير نشوفك اليوم. بليزير يبارطاجي خويا العزيز. بارك الله فيك. ربي ان شاء الله نتمنوا لك برون ريتابليسمون. ان شاء الله ان شاء الله. بصحة. سيت اغريسيون لاش. اي. قصتنا وكل انا صراحة كي شفت لي زيماج أثرت بزاف. قلت وصلنا لمرحلة وين المواطن الجزائري ولا يضربوه على المواقف تاعو. حوسوا يقتلوه ماشي يضربوه برك. لو كان ماشي شرطة كون قتلوه دي نورمال. بروفيت لي حاجة رشيد. وي سي مهدي. شفت لي زيماج. بروفيت لي باللي أنت يا راجل ماكش تاع عنف. شكون كان صرات لي راني عبيط وخنوفت وتوا. لا انا ما تربيش كيما هكا انا اسمح لي انا على بالك انا ما استعملش العنف كاع انا حياتي كامله جميع. والله بعثت لنا رساله ممتازه تاع واحد اللي دافع على المبادئ تاعو بدون عنف بطريقه سلبيه. لازم لازم لابد منها لابد. السؤال اللي كي سامبوز لينا وكل ما هو الشيء اللي يخلي رشيد يدير الامور هذه وكل؟ هي الحاجه اللي تخليك دير ديبوش دينيرجي تربوك فواياجي تولي تراك هنا راك ليه. لازم الانسان عنده حاجه ليت موتيف تري امبورطون. ما هو الامر اللي يخليك دير الامور هذه كلها؟ على بالك كي الشيباني الحاج العربي توفى 2011 هو مرض الساعه ان شاء الله 5 سنين هو مريض مسكين وست شهور قبل ما يتوفى قال لي يا وليدي دورت العالم كامل على بالي بلي عندك حياتك شويه برا. هو كان في الوقت الثوره كان مع خالي جلالي شبوب ربي يرحمهم كانوا هنا يلموا دراهم هنا في فرنسا باش يشروا السلاح هكاك المجاهدين يحاربوا الاستعمار تاع فرنسا. وقال لي يا وليدي لو كان تقدر دير حاجه خفيفه بالنسبه للبلاد فريمون سان فرا بليزير. قلت له يا الحاج ما تخممش ان شاء الله نخمم عليها بيان و جو في فير سكو جو بو دونك سي اون بروميس كو جي فات ا مون بير الله يرحمه كو جالي فير لو ماكسيموم بوغ ابورتي ما كونتريبيسيون ان شاء الله باه الجزائر تسقم و باه الشباب الجزائر يكون عندها مستقبل في البلاد ان شاء الله. دونك هذه هي السبه يعني الاساسيه. كاين الناس رشيد يقولوا باللي لاغريسيون هذه كانت في صالح رشيد يبا اون بروفيتي او ماكسيموم. اون فيت رشيد كان يحوس عليها منذ سنين وجاته على 16. انا نحوس على العنف انا نحوس تحوس على العنف تحوس باش الناس هذو اللي راهم اعدائك سياسيين حابهم انت يطيحوا في العنف ويغريسيوك وانت تبا اون بروفيتي من الناحيه الاعلاميه. يعني حسبتوني هذه ضربه تاع 2014 قالوا لي باللي نكاز رشيد هو دا ضربه جيمس بوند مع الاستمارات في غردية قالوا باللي جينيرال توفيق هو رسلو ودوكا واحد قريمات ويقولوا باللي هو استعمل العنف ولا دار الماكسيموم باه يضربوه باه يقتلوه. شوف هذه ما تخش كاع في المنطق هذه ساغون با ما تخش كاع في الراس هذه. هذو سي دي كونري هذو الناس مساكين هذو تاع النظام كيما صابو كيديروا لنا باسكو حنايا نستعملوا بطريقة سلمية قانونية ديمقراطية وحضارية وما ما يعرفوش كيف يستعملوا واحد الأشخاص كيما حنايا ألوغ يسبوا أي سبب يقولوا نكازي فيكس باي هاوي راني مهبول يعني وهما اللي ضربوني هما بغوا يقتلوني أنا بغيت نقتلهم
حنا ديما كيديروا وقفه سلميه ديما نطلبوا الرخصه من الولايه هنايا الماده 49 في الجزائر. سالنا فاني بنديروا وقفه بصح صافي 3 عمرهم ما عطوني رخصه باه ندير وقفه سلميه في البلاد. لماذا؟ كيف انا جزائري في بلاد استقلال ما يعطونيش الرخصه باه ندير وقفه سلميه، وهنايا انا جزائري في وقت استعمار في 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 البلاد الاستعمار يعطوني الرخصه باه ندير وقفه سلميه ضد الفساد؟ يعني لازم البلاد تتبدل، بصح لازم تتبدل بالطريقه السلميه. وانا عندي قال الوقت تاع سيدي ربي ان شاء الله 20 سنه، وكما قلت لهم نزيد لهم 20 سنه سكاره ان شاء الله حتى يخرجوا. بكري بغيت نسمح لهم، صدروا كدب سال سي فيني ما كانش السماح دوكا. اجتمع في قضيه السماح هذه رشيد فارمي لي بوان تاع البروجي تاعك اللي قدمته للشعب الجزائري في الانتخابات الرئاسيه، كنت تهضر على البروميس دامنيستي فيسكال و فينانسيير وبعد الحادثه هذه تو ديكلاري جور ميم كيلكو مينوت ابري قلت بلي خلاص يا بلو دامنيستي فيسكال. البروجي تاعك سيتي بروجي دو سوسيتي للجزائر لصالح الجزائر، وكي ضربوك ولات امر شخصي. قلت دونك ما ضربوكش كراهي مازال تاع العفسه متواجده. لا اسمح لي ماشي كيما السؤال تاعي. تفضل تفضل. الجزائري انا ما فهمتش، قلت الى في ان بروجي دوكا كي عطاوها بالدبازي ولات قضيه شخصيه ما اسمح لكمش. اسكو جي بيان كومبري ولا انا؟ لازم تفهم حاجه سي مهدي غاني، ما بغاوش يضربوني بغاو يقتلوني، سي غروس ديفيرونس على بالك. لو كان مسي شرطه تاع فرنسا كانوا 20 متر كنت مات اليوم والله ما ندير لانترفيو معاك اليوم. دونك كي تشوف بلي هذا النظام تاع 40 سراخ ولا النظام تاع 40 قتالين يحوس يقتل في واحد معارض سلمي، صافي بلي هذو الناس ما كانش هضره معاهم، ما كانش سماح معاهم. واش تغير رشيد؟ الناس هذو كانوا سبب في موت مئات من الالاف من الجزائريين، امهاتهم هم يخرجوا في الجيك شفتهم. ديسباريو. ما تغير حتى شيء، دونك قضيه العنف قضيه استعمالهم للعنف مش امر جديد. دونك لماذا رشيد بكري كان يقول جو باردون الوغ كو مونش سوار دك سي سوار الشعب الجزائري ولا ميستي فيسكال داخل, داخل داخل في البرنامج من بعد الشعب هو يخير واه ولا لا؟ اوكي داكور. اسكو هذا الامر الواقعه اللي صارت لك غيرت رشيد بصفه جذريه؟ بيان سور بيان سور. انا حسبت باللي الجيل السياسي تاع 2017 ماشي كيف كيف الجيل السياسي تاع التسعينات و95، بصح نشوف اللي كيف كيف يعني عندهم لا ميم بوليتيك سياسه واحده، يعني كي يشوفوا واحد يديرونجيهم ما يحوشوش يديروا حوار معاه، يحوسوا يقتلوه نيشان. حتى صرات الضربه هذه تاع نيو شيرسان باه فقت باللي هذو الناس ماهمش تاع السياسه، هذو الناس لازم يخرجوا بالمطرق. فوالا هذه هي هذه هي الفكره تاعي والفلسفه تاعي اليوم اللي راني معاك اليوم 14 اكتوبر 2017. دونك تي اونطران دونفوي ان ميساج للشباب الجزائري تقول لهم باللي هذه السلطه سلطه تاع عنف ولازم تستعملوا العنف ضدها. انا يعني باغي اولا باللي الناس الشبيبه الجزائريه تخدم الكارطه تاع الفوت وتوجد روحها 2019 ومن بعد 2019 ان شاء الله ونشوفوا واش نديروا ونشوفوا واش نخموا ان شاء الله دوكا دوكا. قلت لك ساعه 20 سنه ونزيد لهم 20 سنه سكاره ان شاء الله. جيسبيغ باللي هذه لا لين روج اللي حرقوها في الضربه تاع نوي ان شاء الله يدرسوها مليح ويفهموا وحدهم باللي لازم يخرجوا 2019 ان شاء الله. بار شكون اللي دخلهم؟ نكاد رشيد ولا النظام الجزائري؟ شكون؟ جاوبني سي مهدي غاني. نكاد رشيد ولا النظام الجزائري اللي خلى شركه اسرائيليه اسمها كارلي الجروب تملك 35% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار حتى ل 2043. هذو الدعايات جوني مار. النظام الجزائري هو اللي يتدخل في اسرائيل في الجزائر ماشي لك رشيد. عندي 3 ديال كيستيون رشيد تقول تكوندير عليهم وي ولا نو بلا ما تدخل لي في التحليل السياسي. كان رشيد يولي رئيس تاع الجزائر يدير علاقات مع اسرائيل؟ جامي دلافي. كان رشيد يولي رئيس تاع الجزائر اسكو يحل الحدود مع المغرب؟ نعم بالشروط و مي فان و ترافيك دو دروغ الكيف نصيبو حل بالنسبه للاستقلال الغربيه ان شاء الله والتهريب فادي نصيبو حل عليه. هل رشيد كان يولي رئيس يقطع العلاقه تاعو مع فرنسا ويدير علاقات مع الولايات المتحده تكون بلوز امبورتون؟ كان يولي رئيس ان شاء الله نعاود كاع لي كونترا تاع الغاز والبترول مع فرنسا مع الامريكان مع الروس مع الانجليز مع كاع البلدان. لازم القانون اللي داروا يحيى
تاع 51 49 يتبقوه في الجزائر، ماشي هكاك في الكاعات وما كانوا والو في الصح. على بالكم باللي إيني شركة طالينية عندها 75% من البترول في حاسي بركين على جل شكيب خليل. على بالكم باللي إيني شركة طالينية عندها 33% من كاع لي كونترا دو غاز تاع الجزائر. والشعب على بالوش. فلازم شويه ديفلوبي شويه. لازم ديفلوبي خويا، الشعب الجزائري واعي، لازم تعطي له دي زيكسبيكاسيون. اسكو رشيد كيولي بريزيدون راه يخلي نحركو في الجزائر. الحركه ماتو كاع. ديما ماتوش. ما نخلوهمش يدخلوا. على بالكم باللي هما راهم يحكموا في البلاد اليوم. دونك ديجا من الداخل. ماشي هما راهم يحكموا في البلاد، شكون؟ وشكون يحكم في البلاد؟ شكون يعطي كل شيء لفرنسا؟ شكون؟ اسكو على بالك باللي الشركه لافارج عندها 100% من السمة تاع عكاز في معسكر 100% وهي راهي تدعم في الارهاب في سوريا وفي الجزائر. هيا راهم في البلاد وراهم. الشركه غاز دو فرانس عندها 65% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار. الحركه راهم في البلاد، راهم في المراديه وراهم. رشيد كيولي بريزيدون لا ريبوبليك يقلب الفيس. اي حزب ناطلو الاعتماد ا كونديسيون يحترم الدستور الجزائري. هذا ما كان سي ان برانسيب كي تري سام. اي فو كيلي نوتراليتي دو ليتا ماتيغ ريليجيوز. مانيش باغي بلي واحد يتدخل يعني موضوع ديني في السياسه. السياسه في الجامع، الدين في الجامع والسياسه في الدستور. كان رشيد لكازي يولي رئيس واش يدير للناس اللي ضربوك؟ شكون سمح لي؟ واش يدير للناس اللي ضربوك؟ العداله خويا. كما قال لي هذا الكولونيل اللي هضرنا عليه الساح نذكره بالخير. راه واش قال لي؟ قال لي بيناتنا القانون. فوالا. دائما لازم يكون القانون بين مواطن اخوه، بين النظام اخوه. القانون لازم نديروا دولة القانون في الجزائر، لو كان ما كانش دولة القانون في الجزائر، الجزائر ما تسقمش. مستحيل ما تسقم. دولة القانون هي الأساس المستقبل تاع الجزائر إن شاء الله. بارك فيك سي مهدي غاني. لو بليزيغ يبارتاجي، بارك الله فيك. صحيح، ميرسي بوكو، صحيح. L'Algérie ne sait plus où elle va. Elle est dirigée par un président fantôme. La France. La France a dit que le pays la ne sait pas où est-il. Ou il ne sait pas où est-il. Et le pays est le président de la France. France. France qui... منذ ثلاث أيام استيلا كوميموراسيون تاع 17 أكتوبر في 17 أكتوبر 1961 خاوتي البوليس تاع باريس تاع ميشيل بابون رماو 98 جزائري في لاسين في نهر السين في باريس إيسي أون والي زالجيريان. وفي 2017 مازالو المسؤولين تاعنا يطلبوا من فرنسا تقولهم سمحوني. الجزائر تطلب مازال تنتظر، مش تطلب تنتظر الاعتذار من فرنسا للجرائم التي ارتكبتها في حق خوتنا الجزائريين في الداخل وفي الخارج. والان كان في الجزائر ناس يمجدوا الفرنسيه كيديروا اجتماع بكا رؤساء المؤسسات داروا اجتماع كلش مكتوب بالجوريه تقول راك في باري ولا مارسي ولا تقولش راك في الجزائر. وحضرها رئيس الحكومه ما قالهمش واش هذا يا جماعه واش فيكم واش هذا مكتوبه بالفرنسية. واحد ما تولى واحد ما تشوكا ولات لنا عادي تلمو عادي. الرئيس تاعنا يتكلم معنا بالفرنسيه، الوزير بالفرنسيه، المير بالفرنسيه، الوالي بالفرنسية. حتى وصلت بين الوقاحة إلى أن أصبح مدير تاع جامعة باب الزوار من أكبر الجامعات الجزائرية يقول باللي مساكن هذوك لي زيتيديون الطلبة تاع الجنوب ما يسمروش الفرنسي. وعلاه ما يسمروش الفرنسي؟ باسكو وذنهم مش أبيتوي للفرنسي.
بعض الولايات نتاع الجنوب ولا هذوك مش متعودين كاملين حتى الافلام ولا يعني مش متعودين يسمعوا سمع حتى السمع نتاع اللغه الفرنسيه مش متعودين بها. تألمت كثيرا عندما سمعت هذا الشخص، لأنه لا يمكن البتة لمثل هؤلاء أن يكونوا مدراء في جامعاتنا وفي مدارسنا، لا يمكن لهم أن يتولوا مسؤولية في بلادنا، البلاد اللي ماتوا عليها الشهداء ربي يرحمهم، قتلتهم فرنسا، قتلهم جيش كان يتكلم الفرنسية، دونك لا يمكن لنا أن نمجد هذه اللغة. Monsieur le recteur de l'université de Bab Zouar, je vous vomis. J'espère que les étudiants du Sud, qui maîtrisent le français, il y en a beaucoup parmi eux, qui travaillent en tant que guides dans le Sud, et ils sont en contact avec les Français, les Européens. Eh ben, j'ai rencontré à Adrar et à Béchar, des guides qui maîtrisent le français mieux que vous, mieux que tous les ministres réunis. Il y a un des Bahloul. Ne te hachemche tu es un talib al-jazairi. Ne te hachemche tu haqro. Ah, ça veut dire un de Qsentina ou de Mstif ou de Mdzaïr ou de Annaba ou de Wahran qui connaît français mieux que un Zaid fi Béchar ou Adrar ou برج بلدي مختار ولا ورقلة ولا المنيعة. في أي كتاب تقرؤون؟ والله هذا منهاج تاع بن قفريطن كوباني. آه، اللي ما يعرفش الفرنسي ما يدخلش سلك التعليم، اللي ما يعرفش الفرنسي ما يوليش انسبكتور، اللي ما يعرفش الفرنسي ما يوليش مدير. منذ ثلاثة أيام 17 أكتوبر طيشوا جدودنا في لاسان، ولا ولادنا دوكا يحرقوا باش يروحوا لفرنسا. هاو شاب جزائري جو نو بارتيرا با يجدكم، يفضل ان يموت في فرنسا وما يروحش لبلاده. شتون وصلتونا؟ طفل صغير في عمره 11 سنة يحرق باش يروح لفرنسا، اللي قتلت لنا بويانا وجدودنا ودمرتنا على جالكم. ها على بالك شنو هادو؟ مسيو لو ريكتور دو لونيفرسيتي دو باب الزوار، هادو السكان تاع الناس اللي غرقوا في البحر، داروهم في الميوزي في الطليان، الناس يجوا يتفرجوا فيهم. راك تشوف فيهم هاو ساك تاع تيلي توبيز ولا تيلي تون تاع الاولاد صغار، ما تنساو دراري. مسيو بدوي، اذا كانت برنامج تاع فخامته في 20 سنه خلى ولادنا وامهاتنا ونسانا يحرقوا باش يموتوا في عرض البحر، اي انجازات؟ بالله عليك قل لي اي انجازات مسيو بدوي، اي انجازات اذا كان المواطن الجزائري يضرب ويهان في فرنسا التي اهانتنا طيله قرن وثلاثين سنه؟ اي كرامه هذه التي اتى بها فخامته؟ اتيت باش الكرامة تاع الجزائري نقلبها الفوق الفوق، جيت باش نقلب مكانة الجزائر بين الأمم، جيت باش الاقتصاد الجزائري يولي الفوق الفوق. طربق لنا جد الاقتصاد، ولو القور يقولوا علينا ديريجي بارا بريزيدون فانتوم، في المحافل الدولية ما كانش حتى واحد، يجيو لينا ضياف واحد ما يقابلهم غير شلغوما اي كومباني، والدينار الجزائري يتزحزح ويتزحزح ولا ما يسوى والو مونيت سانش. هادو سو سون لي تروا بروميس تاعو مسيو البدوي،
تاعو يقول لي النجاح في واحد من الثلاثة لا وألف لا. خاوتي إنهم يكذبون علينا. قوا على خير في أمان الله، تلقوا الجمعة الجاية إن شاء الله. تطلعوا في بعضكم. خالتي نعيمة نسيت موريت لك التصويرة تاعي مع البريزدانات تاع ليزانجليز تاع الملكان. هاي ما تنسينيش ها كيما تفهمنا. شاوية وبلوندا ودير الحميس وتضرب البيانو. لي فولوور تاعي كل نجيبهم لك في الحزب تاعك. تحية حزب تعدد الزوجات. هاي فونسي ما توليش اللور. مهدي غادي صافيتي يا. Bien sûr, normal.